نسبة كام من الديمقراطية اتحققت؟ ما انا اقول لحضرتك حاجة. اتفضل. ما لا يدرك كله لا يترك كله. تمام. ما انا بقول لحضرتك احنا مرينا بظروف قاسية وصعبة قبل 25 يناير. ايوه. وبعد 25 يناير في اضطرابات وفي مكافحة ارهاب وفوضى ومحاولات لهدم الدولة المصرية. فكون ان احنا رغم هذه الظروف وهذا المناخ نستطيع ان نقزع الارهاب، نستطيع ان نحقق الامن والامان للمواطن، نستطيع يد تحارب ويد تبني المشروعات العملاقه اللي كل يوم على ارض الواقع في ده بتهيئ المناخ لايه؟ ايوه بتهيئ المناخ لان نكون امام استقرار اقتصادي. تمام. يعني استقرار امني، استقرار اقتصادي، استقرار سياسي وديمقراطي.